السلام عليكم. وعليكم السلام. بابي بقول لكم ايه، انتوا مش بقالكم فتره عمالين تقولوا ما خرجناش يا بابي ما خرجناش يا بابي. اه انا قررت نسافر يومين نقضيها ونخرج. دي فكره تحفه. ايه ده، ثانيه واحده. ومدارس البنات ها؟ عادي جدا، اهم حاجه نفسيه البنات، دي بقى التربيه الحديثه بتاعتي دي. وبعدين يا ليلي انا حرمتكم من حاجات كتير قوي ونفسي اعوضها لكم يا حبيبتي. خلينا نسافر كده ونشوف البحر يا ليلي. ربنا يخليك لينا يا سيسو. هي بس الفكره كلها ان انا عارفه ان انت الوقت اللي فات كان عندك مسؤوليات ومصاريف المدارس، فالميزانيه مش مظبطه. لا لا، يومين يومين، مش مهم مش مهم. مفيش ايه؟ مفيش يا ستي، انا بحب امن كده اشوف العناكب فين عشان ما بحبش منظرها على الحيطه. يا ايوه يا مامي، في زحمه نفسنا نسافر قوي. اه يا مامي، احنا هناخد المذاكره معانا كلها وهنذاكر هناك. ايوه ماشي، بس هما يومين بس. يومين والله، واهو كلنا نتبسط واهلي كمان يتبسطوا يا حبيبتي. اهلك ايه؟ ايه اللي جاب اهلك معانا دلوقتي؟ وبعدين يعني انت لازم كل ما نسافر سفريه تاخد اهلك وامك معانا؟ يعني احنا ما ينفعش احنا كعيله نسافر مع بعض لوحدنا يعني يا سيسو؟ يا حبيبتي صدقيني والله ما هعرف اسيبها. ازاي يعني؟ وبعدين انت عارف كويس قوي ان امك مش بتطقني، وهنفضل طول السفريه هي بتنكد عليا وانا بنكد عليها. لا انا مش مسافره، انا هقعد مع بناتي هنا. روح انت لوحدك. طيب ممكن تسمعي وجهه نظري؟ اسمعيني بس يا ليلي. بصي، ماما لما تسافر معانا هتساعدك في حاجات كتير هناك، مش هتخليكي تطبخي. تاني حاجه بقى، هتخلي بالها من البنات، وانا وانتي نخلي بالنا من نفسنا. اسمعيني، انا عايز مصلحتك. تشربي لك اناناس حلوه بطيخه فيها علبتين على هيئه عينين، ها؟ تفردي شعرك على الرمله كده على البحر، الشعر الحنه بريء الماس. تعلي الريتش على الانستجرام، انا عايز مصلحتك يا ليلي. ماشي. ايه هنسافر بس يومين بس ان شاء الله. يومين يومين. يومين دلوقتي. يلا دلوقتي. ايه سيسو مالك، انت مش فاكر النهارده عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ تعملي زي بابي. عايزاكم تصوروا عليا كتير قوي. ايدين بعض زي ازيك يا جد، عامل ايه؟ ايه يا بابا؟ فين ماما؟ جوه مطبخ. ثانيه واحده، تعال. ايه يا ماما، ما بترديش عليا ليه بس؟ ازاي بس؟ هو انا اقدر ما اردش عليك يا حبيبي؟ ربنا يخليك يا ماما. بقول لك ايه، نعم. انا مجهز سفريه كده يومين ان شاء الله نطلع نروق فيهم، فعايزين ننجز العريس ده ما نكترش، وانا موافق على اي حاجه. كتر الف خيرك يا حبيبي، اهو بقى نطلع نشم هوا شويه ان شاء الله. يا حبيبتي هي فين علياء؟ علياء بتجهز جوه. افتح بقك. هم يا جمال. ربنا يخليك يا ماما. ده باين جه. اهلا اهلا اهلا، اتفضل. اهلا وسهلا يا طنط. اتفضل يا حبيبي اتفضل. الله يخليكي. تعب نفسك ليه بس؟ حاجه بسيطه جدا. شكرا شكرا. العفو. تعال تعال، ده ابني الدكتور سهام، اخو عليا الكبير. اتفضل. اهلا يا دكتور سهام. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.